البداية، نتمنى تستافدوا، هذا هو المهم. يعني كنكونوا مسافرين أو كنكونوا يعني في مطالعة بعض الكتب أو هذا، يعني كنبغيو نعرفوا بار اكزومبل هاد لي بيلون اللي كنشوفوا قدامنا، يعني كيفاش شحال ديال لا طونسيون مصلين، كيفاش كتدخل لهاد البوست، لان لا بليبار ديال الاخوه اللي مستانسين بدي ترونسفو ديال مويان طونسيون باس طونسيون، يعني 22380 بليس نوتر. اما هذا الاخوان راه يعني 60 كيلو فولت 22000. دونك ما نطولش عليكم، نشوفوا هاد البوست علاش كيحتوي، كيفاش كيوصلوا هاد لي بيلون. غير للاشاره الاخوان، كيف كتشوفوا هادو راهم 3 فاز، يعني 60000 هادي الاخوان، وهادي حتى هما 60000، يعني جايين في نفس لو بوطو او لو بيلون، هادو نفس الشيء وهادو نفس الشيء، 3 فاز 3 فاز، دونك جيب هذا سي فاز. دونك الاخوان راه ما بالنسبه لهاد المنشاه اللي كتشوفوا قدامكم بالصفر، راه ماشي بالضبط غادي يجيو ليها كاتر اريفي، نو، راه تقدر يكون ان بيلون ال انفوا ان الي ان اريفي اي ان ديبار، يعني يقدر يجيب 60000 بار اكزومبل، يدي 60000 ايديها لشي بلاصه غتكون غير انتر كونيكسيون هنايا، او تقدر تكون 60 يردها ل 22000 وغادي تمشي من هنا، والعكس صحيح هنايا. يعني كاين بليزيور فاسون دو فير هاد لي شوز هادو. المهم حنا غادي نعتبر واحد لاريفي ديال 60000 فاش غادي توصل لينا لهاد اللوكال هذا، بار اكزومبل بوست سور 60 كيلو فولت 22 كيلو فولت، كيفاش غادي يتحول هاد 60 كيلو فولت؟ غادي يتحول ل 22 كيلو فولت. بيان سور كاين ان ترونسفو، ولكن قبل ما نوصل للترونسفو كاينين دي زيتاب اللي غادي نشوفهم ان شاء الله. دونك كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخذوا هاد لاريفي هادو 60 لي 3 فاز اللي جايبين 60000 كيوصلوا لهذيك المنشاه. دونك هذا راه سي تان ميغ بلان ديال الاخوان بيتون ارمي، دونك هادو سو سون دي ايزولاتور، هادو اللي كتشوفو دوك الكويسات ديال الجاج اللي كنسميهم حنايا لي زيليكتريسيان عاديين، دونك سو سون دي ايزولاتور، هذا وهذا وهذا. دونك هاد لي زيزولاتور الاخوان هما اللي شادين في هاد لو مير، والكابل شاد في الايزولاتور، يعني ما بين لو كابل الكتريك اي لو مير ان يا با دو كورون الكتريك، بويسكو هاد لي فيرسون دي ايزولون. دونك عندنا واحد ليكلاتور، هذا علاش خديت لكم هاد الصوره هادي، لانها هنا ما جاش باين مزيان. دونك هاد ليكلاتور الاخوان كتشوفوا لو كابل اللي جيب الضو راه هو هذا، وصل الايزولاتور، ومن الايزولاتور لاصق في لومير. دونك هاد ليكلاتور دايرين هاد الحديدات هادو، كتشوفوا هذا راه سيتين فاز هادي الاخوان، داوها شانتوها مع هذا ليكلاتور عنده دو بورن، شانتوها مع هاد لابورن هنا، وهاد لابورن الاخرى مشات لاتير. علاش الاخوان؟ انا غادي نشرح لكم علاش. كاين واحد ديشارج اتموسفيريك، يعني مثلا البرق، البرق نعرفو سوسون دي زيليكترون، يعني اللي عندهم واحد لو كورون، واحد ديشارج لي انورم، يعني واحد لو كورون الكتريك انورم. دونك سيبوزون هاد لا شارج هادي طاحت ليا بين دو فاز، غادي دير ان كور سيركوي، وبيان سور يعني حتى الماتيريال اللي لداخل ترونسفو وهذا غاديين يعني يفوتوا ديك القيمه ديالهم ديال التحمل ديالهم، دونك غادي يطرطقوا. دونك هاد لي كلاتور الاخوان كيف ما قلت كيجي، وكنعرفوا لو كورون شوازي لو شومي لو بلي كورت، دونك اوليو باش غادي يمشي ليا يضرب ليا دو فاز، دونك غادي يمشي لاتير، هاد ديشارج الكتريك غادي تجي لي كلاتور وغادي تمشي لاتير. دونك هادي لا بارتي اريفي ديال لي 3 فاز. غادي نشوفو دابا الدخله كيفاش كيدخل لهاد البوست سورس.
هاد 60000 كيفاش كتدخل لهاد البوست سورس؟ دونك كيفاش كتدخل؟ كتشوفوا هاد لي ايزولاتور، ولكن هادو كنسميوهم دي ترافيرسي ايزولي. ما معنى انه لو كابل الكتريك ديال 60000 كيتبرونش في واحد لابورن، وهاد وكيمشي من الداخل ديالها الاخوان، كاين واحد ليكيد بحال الزيت، يعني كيخليه كومون ديغاج، يعني كيخليه في واحد الحاله جيده هاد لو كابل. ومن الجهه الاخرى غادي نلقاو نوتر ترافيرسي من الداخل. انا غادي ندور للجهه الاخرى وغادي نوريكم دونك هاد الترافيرسي الاول كيتفيكس في الحيط، ولكن لو كابل كيوصل غير للبورنهن، واوتوماتيكمون كاين واحد التيج لداخل فيه من برا سي ايزولون، ومن الداخل هذاك التيج كيتلاقى مع لوتر ترافيرسي لداخل. دونك هنا انا دزت دابا لداخل كيف ما كتشوفوا، هادو هما لي زونتيسيدون ديال دوك لي ترافيرسي اللي على برا، هما هادو فوالا ترافيرسي ايزولي، كاين هذا وهذا وبيان سور هذا تروا فاس فوالا. دونك هل تيج كيبان لكم الاخوان من هنا دابا الكابل لو كونتاكت راه كاين الداخل ديالو، وبيان سور هادو سو سون دي زولون هادو اللي كتشوفوا هنايا باش ما يكونش مع لو سيكسيونور مع. دونك غادي نشوفوا هادشي من بعد ان شاء الله. دونك قلنا لاريفي هي هادي، من برا كاينين دي ترافيرسي ايزولي، ومن الداخل دي ترافيرسي ايزولي اللي لاصقين هادو تما لاصقين في لوميير الاخوان. دونك غادي ندوز لواحد لو شيما باش يعني نبداو غادي بارتي بار بارتي. كيف ما كتشوفوا لهنايا اريفي 60 كيلو فولت، هي 60000 فولت. هنا عندي واحد لو سيكسيونور، وبيان سور لو سيكسيونور ملي كنحل سيكسيونور كانت ليا مع لا تير، وعندي واحد تي سي ام اللي هو ان ترانسفو كومبيني دو ميزور، ما معناه اللي فيه واحد لي تي تي وفيه واحد لي تي سي. انا غادي نشرحوا هادشي ان شاء الله. دي ترانسفورماتور دو كورون و دي ترانسفورماتور دو طونسيون، وكاين واحد ديجونكتور هو طونسيون، وكاين واحد اوتر سيكسيونور، وكاين جو دو بار، وكاين ترانسفورماتور دو طونسيون، كاين سيكسيونور، كاين ديجونكتور، وكاين واحد الكومبيني دو ميزور اللي فيه دي تي تي و تي سي، وكاين واحد ترانسفو عاد كنوصلو لترانسفو 60-22 كيلو فولت، ومن ترانسفو كنمشيو لواحد تي سي، ومن تي سي دي جونكتور مويان طونسيون دي بروشابل. وهذا سي ان ترانسفو سيرفيس اوكسيليير 22 كيلو فولت 380 باش تخدم هذيك المنشاه او هذاك البوست. بيان سور في ليكليراج، في سيستيم ديال الكوبير لا بغينا نقطعوا الضوء، داكشي يعني بيان سوفيستيكي. انا غادي نشوفوا هادشي ايتاب بار ايتاب ان شاء الله. دونك في الاول خدينا هاد لابارتي يا الاخوان، اقلوا معايا مزيان، خدينا لاريفي سيكسيونور ترانسفو كومبيني دو ميزور ديجونكتور. غادي ناخذوا هاد لابارتي هادي هي اللي غادي نشرحوا دابا ان شاء الله. دونك بروميير بارتي اي كونستيتيو دان سيكسيونور اي ان كومبيني دو ميزور تي سي ام. Celui-ci est constitué d'un TT et un transformateur de courant TC afin d'obtenir une image de la tension et du courant et un disjoncteur haute tension B. Donc, on a arrivé 60 000, 60 kV, on a sectionneur ou on a combiné de mesures. اللي فيه دي ترانسفورماتور دو طونسيون و دي ترانسفورماتور دو كورون، لان بيان سور عندنا واحد لا طونسيون طالعه وعندنا واحد لو كورون اللي طالع. دونك ما غاديش نقدر انا نقرا
une tension de 60 000 fois le système. Donc, on dose à travers des transforts, pour qu'on abaisse l'IA de la tension, pour qu'on crée un F-système. Il y aura bien sûr un wasla 60 ou la 55 ou le courant cadélique. Donc, on va les traverser. خرجنا جينا للسيكسيونور اللي هو هذا من السيكسيونور دزنا اللي كومبيني دو ميزور هما هاد ثلاثة ها واحد جوج ثلاثة ها هو هنا اللور و ان ديجونكتور هذا الاخوان سي ان ديجونكتور اش تي بي هو طونسيون بي هذا سي ان ديجونكتور دو كي يتحكم في ان فاز هذا ديجونكتور هذا ديجونكتور فوالا Donc, d'abord, on va faire étape par étape. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est le sectionneur. On va revenir à la photo, les amis. C'est le manivelle que vous voyez ici, pour qu'on ouvre le sectionneur, qui est dans le mur. Donc, comme vous le voyez ici, c'est le sectionneur. On va traverser l'entrée du sectionneur. كيدوز دوم لهنايا وكيمشي الخيط كيمشي لي كومبيني دو ميزور دونك ملي كيتحل لو سيكسيونور كيتحلوا عندنا هاد لي بارتي هادو هادي وهادي وبيان سور هادي هي ما كتبانش هنا مزيان دونك هذا هو لي سيكسيونور هنا قلنا من ترافيرسي دخلنا للسيكسيونور من السيكسيونور غنخرجوا غادي نمشيو لي كومبيني دو ميزور اللي هما هادو اللي فيه دي تي سي وفيه دي تي تي يعني لابارتي بويسونس دخلت هنا ولا كوموند كاين انديكابل من هنايا هما اللي غادي يمشيو ليا يعني لدي زاباري دو ميزور سوفيستيكي بور لا ليكتور دي رولي دي دونك خرجنا من الترافيرسي دخلنا للسيكسيونور خرجنا من السيكسيونور دخلنا للكومبيني دو ميزور من الكومبيني دو ميزور غادي نمشيو لي ديجونكتور هادو هما لي ديجونكتور الاخر نتوما كتشوفو هنا ترافيرسي دخلت للسيكسيونور خرجت من السيكسيونور جيت الكومبيني دو ميزور من الكومبيني دو ميزور جيت للديجونكتور هاد ديجونكتور الاخوان كتشوفو ان كابل هنا و ان كابل هنا هذا في واحد النويو بلونجور في الغاز اف اس اف 6 يعني فاش كيهبط هاد النويو لتحت واحد يعني نويو كومونديغاج سي تان بيستون يعني كونديكتور ملي كيهبط لتحت كيتحل ليا هاد لافاز مع هاد لافاز هادي باش كنحلهم كاينه كوموند من عين المكان وكاينه كوموند ا ديستونس يعني في لاسال دو كوموند نقدر نطيح هاد ديجونكتورات يعني يتحلوا ليا هادو بثلاثة هاد لي تروا بيستون اللي كاينين لداخل غادي يهبطوا لتحت دونك حليت هاد لافاز حليتو مع هاد لافاز هادي هذا هو الديجونكتور الاخوان اللي كتشوفوا نحاول ندير صوره اخرى فوالا سي ان ديجونكتور موتوريزي دونك باش ما نطولش عليكم والفيديو يكون ممل هذا ان شاء الله هو الجزء الاول وغادي ندوزو للجزء الثاني والا اضطريت راه غادي نزيد الجزء الثالث ان شاء الله دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه الاولى تبارك الله عليكم وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده